على لسان حال الإمام الباقر. كنت أنا طفل وبأربع أعوام في صدر الفرح مخنوق فجره، من طبينا وادي الطف بالآلام وطوفان الحزن ياخذنا بحره، نصبنا خيام في صورة توابيت ودعينا في هالمساء لا ينطفي قمره، وصرنا نطوف بيها كعبة حسين ولا يسكنها خوف العمة الحرة، وزينب من بعد خوف اطمأنت لن ويا الهوى تمر ريحة الزهرة، وشفت جبدي يجمع شوك الطفوف شوك الطفوف، وباكر من يطفي حرقة الجمرة، ولو ضاعت يتامه في وسط البرور منو يدلهن علينا ويخمد العبرة، ومنو يسكن عويل صياح اليتام لو شافت شمر حزل الولي نحرة، ومن تسمع يا وصفة بعالي الصوت زينب طلعوها خل تجت نظرة، وبعد حرق قلبها براس الحسين وتسمع صوت حافر يهشم صدره، وباكر من يطفي حرقة الجمرة، ولو ضاعت يتامه في وسط البرور من يدلهن علينا ويخمد العبرة، ومن يسكن عويل صياح اليتام لو شافت شمر حزل الولي نحره، ومن تسمع يا وصفه بعالي الصوت زينب طلعوها خل تجت نظره، وبعد حرق قلبها براس الحسين وتسمع صوت حافر يهشم صدره، وصبح وجه اليتامى ببسمه ودمعه وحيره على الوجه، ومديت هالنظرة أثر دوس الحوافر بقميص حسين، وكل ما تقرب أطفاله تشم عطرة، وشبوا كل خيمنا وفرت الأطفال داك يروح يمنه وديج في اليسرة، وهجموا يا وسف بخيول هالعدوان، ومرت صبر مره والدمعة مستعرة، وانا بين الخيول وحرق الخيام اهرب من حوافر القى لي سطره، وشبوا كل خيمنا وفرت الاطفال وذاك يروح يمنا وديج في اليسرة، وهجموا يا وسف بخيول هالعدوان، ومرت صبر مره والدمعة مستعرة، وانا بين الخيول وحرق الخيام اهرب من حوافر القى لي سطره، ونمنا بليل أسود كلنا مرعوبين، وتخبينا بحضن شندف الزهرة، ومن طر الصبح اتفتتت القلوب لن شفنا الجنايز تدمع الغبرة، وجسم حسين متودر أشوفه هناك متساوي الصدر يا ويلي وي ظهره، وراس على الرمح لما انتهب الريح تحرك شيبته والحورة تنظره، ومن طر الصبح اتفتتت القلوب لن شفنا الجنايز تدمع الغبرة، وجسم حسين متودر أشوفه هناك متساوي الصدر يا ويلي وي ظهره، وراس على الرمح لما انتهب الريح تحرك شيبته والحورة تنظره، وطبينا بشماته وحسرة في الشام ورايات الكفر بالسوق منتشرة، صوت طبول صمت من هلادان، وعلى جراحنا رقصوا غنى وخمرة، صبوا ماي حار علينا يا حيف من فوق السطح كل واحد بكفرة، وقفونا بمذلة وبمهانة وضيم من حر الشمس اجلودنا حمرة، شنو احكي بمصايب طبت الديوان، اخاف تموت زينب ثاني مره.